السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. إن شاء الله هنتعرف مع بعض عن ميزة التحقق الجديدة في اليوتيوب ومدى أهميتها في تجنب مشكلات حقوق الطبع والنشر ومشكلات حظر الفيديو عن فئات عمرية معينة ومدى ملائمة الفيديو لسياسات اليوتيوب والمعلنين. ميزة جديدة انضافت في اليوتيوب خاصة بعملية نشر الفيديو أو عملية رفع الفيديو. الميزة دي من شأنها عملية التحقق من مدى ملائمة الفيديو لعدة أشياء. رقم واحد، إن الفيديو بتاعك يكون ملائم وإن هو مش يكون محظور على أي فئات عمرية معينة. كنت ممكن إن أنت قبل كده تلاحظ إن أنت بعد عملية نشر الفيديو بتاعك إن هو محظور عن فئات عمرية معينة، وبالتالي طبعا أي حد بيشوف الفيديو بالطريقة دي مكتوب عليه محظور عن فئات عمرية معينة ممكن يبتعد عنه، تمام؟ أو إنك أنت تجي لك مطالبة خاصة بعملية حقوق الطبع والنشر لسبب استخدام شيء معين أو شيء عليه حقوق طبع ونشر، أو إنك أنت اللي يطرح الفيديو يرفض من عملية نشر الإعلانات عليه وتحقيق الربح بسبب إن في شيء ما داخل الفيديو نفسه غير مناسب للمعلنين. من خلال الميزة الجديدة دي يا شباب هتقدر إن أنت تعالج كل المشكلات المتعلقة بنشر الفيديو وتجنب أي مشكلات خاصة بأي شيء من اللي احنا قلناها دي، وتقدر انك انت تعمل لها عملية تعديل قبل عملية رفع الفيديو بتاعك على أساس ان انت تكون بعد العملية دي أو بعد عملية نشر الفيديو انك انت تكون مطمن ان الفيديو بتاعك مفيش فيه أي مشكلات وهو مناسب لكل الفئات العمرية وان هو مناسب لكل للمعلنين وان هو مناسب لسياسات اليوتيوب مفيش فيه أي مشكلات. يلا بينا يا شباب نتعرف على الميزة دي مع بعض. تمام كده شباب، زي ما انتم شايفين ده فيديو تم عملية رفعه. خلاص زي ما انتم شايفين كده بعد ما تم عملية رفعه كتب لي تحت، او زي ما انتم شايفين كده في التفاصيل، في ميزة تانية انضافت هنا في الشريط العلوي مكتوب عليها عمليات التحقق. تمام، طبعا عمليات التحقق دي لو ضغطنا عليها يا شباب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ستتحقق من الفيديو بحثا عن اي مشاكل متعلقة بحقوق الطبع والنشر قد تؤدي الى فرض قيود على مستوى عرضه، وستتمكن من حل اي مشكلات قبل نشر الفيديو. خلاص، فطبعا دلوقتي بيقول لي حقوق الطبع والنشر ما عندكش مشكله لم يتم العثور على مشكلات. خلاص، فبنبتدي ان احنا نرجع تاني كده يا شباب للشاشه الاولى الخاصه بالموضوع ده. تمام، فطبعا دلوقتي مثلا طب انا عندي مشكله، فين المشكله؟ ربما تكون المشكله دي يا شباب في ان انت مثلا عندك كلمه مخالفه في العنوان، او كلمه مخالفه في الوصف، او كلمه مخالفه في الكلمات المفتاحيه. يعني مثلا على سبيل المثال لو احنا دلوقتي مثلا اضفنا رمز، الرمز ده مخالف لليوتيوب او مثلا مش مسموح به. خلاص، فهيبتدي ان انتم زي ما انتم شايفين كده ان هو دلوقتي في التفاصيل هنا تبتدي ان هي تظهر بالرمز اللي انتم شايفينه ده لما تم وضع ده. طبعا ينطبق على اي كلمه مخالفه او ينطبق على اي رمز من الرموز اللي مرفوضة. لما أضفنا الرمز ده اللي هو مخالف لا يسمح باستخدام الأقواس المثلثة، فطبعا راح زي ما انتم شايفين علامة التفاصيل دلوقتي بقت احمرت بالطريقة دي وبيقول لك لا يسمح. فدلوقتي قد يكون في عندي مشكلة مثلا أنا أضفتها، ربما أكون أضفت رمز كلمة مش ملائمة، حاجة مخالفة، فهيبتدي إن هو دلوقتي يديك تحذير تبتدي إن أنت قبل ما تنشر الفيديو بتاعك تراجع نفسك وتشوف ايه المشكله. تمام، ده بالنسبه لرقم واحد. خلاص، وطبعا عمليه التحقق زي ما انتم شايفين كده تم عمليه التحقق في الخلفيه يا شباب. يعني هو لما انت بتكون هنا في الخطوه الاولى مش بتكون شايف ايه اللي بيحصل، ولكن هو بعد ما بيخلص عمليه التحقق دي في الخلفيه بيجيب لك تحت اسفل الفيديو كده اكتملت عمليه التحقق ولم يتم العثور على اي مشكلات. تمام، لو هو بقى عثر على اي مشكلات هيبتدي يقول لك ان انت عندك مشكله خاصة بحقوق الطبع والنشر، أو مشكلة خاصة بسياسات اليوتيوب، إن في كلمة ما معينة في الفيديو مش مسموح بها، إن في كلمة في الوصف أو كلمة في العنوان مش مسموح بها. تمام، فتبتدي إن أنت تعدل الحاجات دي وتبقى أنت دلوقتي من البداية قبل ما تنشر الفيديو بتاعك مطمن إن الفيديو بتاعك مناسب للمعلنين، مناسب لسياسات اليوتيوب، وما عندكش أي مشاكل خاصة بأي فئات عمرية. دي ميزة التحقق يا شباب ومدى أهميتها. خلاص، طبعا انت ممكن تنشر الفيديو بتاعك وخلاص وتسيبه وتمشي وفجأة أصلا تفاجئ إن الفيديو بتاعك محظور، أو الفيديو بتاعك محظور عن فئات عمرية معينة، أو الفيديو بتاعك
في مشاكل، تمام. وطبعا انت مش واخد بالك، فطبعا تفاجئ ان انت اصلا الفيديو مش محقق مشاهدات، مش محقق اي مشاهدات. فطبعا ده من هنا من البداية بتبتدي ان انت دلوقتي تعمل عملية مراجعة للفيديو بتاعك بالطريقة دي اثناء عملية رفعه واحدة واحدة زي ما انتم شايفين كده شباب. ودي ميزة مهمة جدا بتخلينا نتجنب الوقوع في اي مشكلة. خلاص بنبتدي نضغط على التالي. تقدر طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين بالشكل العادي اللي انتم عارفينه المتعارف عليه، ان انت بتعمل اضافة بطاقات، اضافة شاشة نهاية زي ما انت حابب، وبتبتدي تضغط التالي. بنبتدي اننا احنا هنا يا شباب نروح هنا نتطلع على الميزه اللي هي عمليات التحقق. بيلاقيه هنا بيقول لك حقوق الطبع والنشر لم يتم العثور على اي مشكلات. ده بالنسبه مثلا لان القناه بتاعتي مش مفعله الربح خلاص. لكن تحت هيبقى في خيار تاني، لو انت القناه بتاعتك مفعله الربح هيكون في عندك هنا خيار تاني او وظيفه تانيه بيقول لك ان القناه بتاعتك لم يتم العثور على اي مشكلات خاصه بالمعلنين، تمام. فطبعا المشكلات الخاصة دي ممكن تكون أي كلمة مش مناسبة في الفيديو، أي حاجة متعلقة بسياسات اليوتيوب تقدر إن أنت تراجعها. لو هي المشكلة متعلقة بالمعلنين إذا يبقى أنت في عندك حاجة داخل الفيديو ومن خلالها تم رفض عملية المعلنين. لكن إلى الآن بما إن لو أنت مثلا صاحب قناة مش محققة الربح فهيكون الوظيفة دي الوحيدة اللي هي حقوق الطبع والنشر فقط هي اللي متاحة قدامك. وزي ما أنتم شايفين كده تم التأكد مفيش فيها مشكلة. بنبتدي إن احنا نضغط هنا على التالي. خلاص كده يا شباب زي ما انتم شايفين طبعا انا ما عنديش اي مشكلات في الفيديو بتاعي، اقدر ان انا دلوقتي احدده علني واقدر ان انا اعمل له عمليه حفظ يعني نشر بشكل عام، يعني يكون يتم عمليه نشره بشكل عام. ما عنديش اي مشاكل لان انا دلوقتي خلاص بمجرد ضغطي هنا على حفظ خلاص انا مطمن ان انا ما عنديش مشاكل في ان الفيديو هيتم حصره عن اي فئات عمريه، ان الفيديو في اي مشكلات خاصه بحقوق الطبع والنشر، ان الفيديو مفيش اي مشكلات خاصه بالمعلنين. اذا كده الدنيا تمام. ابتدي ان انا اعمل له عمليه حفظ واسيبه بقى ما عنديش اي مشاكل وابقى مطمن ان الفيديو بتاعي هيتشاهد بشكل كويس جدا وبشكل ممتاز. بس كده يا شباب دي كانت ميزه اليوتيوب الجميله، التحقق، عمليه التحقق. ودي ميزه جميله جدا وممتازه حبيت ان انا اشرحها لحضراتكم على اساس ان المنفعه تعم على الجميع. بس كده يا شباب لو استفدتم من الفيديو بتاعنا نسالكم اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.